والله يعني ما لا دخل التحكيميا نحكي تو لا مش يعني تحكيميا نحكي على اللقطة لا هذه لا اللقطة بالنسبة للقطة هذه أنا شفنا أولو مركز زبونتي وفي المارتيني يطلب السماح من جمهور دي هومارو سامحني آه. مركز زبونتي ولعب ترجيم في الاسبيرونس معناها كل واحد وكيفاش يقرا ريت الحقيقة أنا الوقت اللي كريته ماشي قلت جمهور الترجي زعما موجود في الجهة هذيك معناها الحقيقة شكيت وأنا زفرت فيه المتلوي هذاك جماهير المتلوي ما نعرفوش لو معناها اللقطات هذه تنجم تعمل كوارث في يمكن الوقت نتاع البونتو يخليه يفرح كيف انا فسرت لك انا شفت وعندك جمعيه زاد طلع في بلادها وجمهور موجود معناها تخيل انت ترجي مريح يلعب ضدها ومركه في الوقت هذاك معناها الحقيقه تصير حتى مشكله وندخل لك تحكيميا حتى للحكم ما ريناش الحقيقه لقطه غير حقيقيه وما نجمش الحكم يتصرف فيها ما تمشي الحكم خلينا نمشيو للمافيولا وبعد نعطيك تعلق فما لقطه واحده إذا في المقابلة هذه موديولا باش نعرفش مروان نستسمحك باش نرجعوا للمختار فما لقطة هاي طالب كمل لي مسالش على اللقطة نتاع مريح فهذه ما تسجل بحد شيء لا ما تحكيميا ما فما حد شيء سينو ساس طلب ضربة جزاء في المقابلة هذه رينا توغل من مهاجم الترجي الرياضي داخل منطقة الجزاء رينا اللقطة الحقيقة اللي بينت اللي كونه لا وجود لضرب الجزاء هو وقت اللي صار الالتحام بينه وبين بين الديفونسور رينا طريقة سقوط مهاجم الترجي كانت الحقيقة طريقة ما فماش فما الكونتاكت اما الكونتاكت اللي ما يستوجبش ضرب الجزاء دقيقة 71 ظهر لي دقيقة 71 انا ريتها كان نوصل نحكي على ضرب الجزاء وكان المهاجم خمم باش يفسخ الديفونسور معناها عدى الكرة وحب يتعدى ما ريناهوش الحقيقة عنده عمل جيست تكنيك ولا حاجة رينا كونتاكت عادي ولا وجود ضرب الجزاء وكان قرار باديس بن صالح صحيح باديس بن صالح من ماتش الماتش قاعد يفرض في روحه رغم سمعنا اللي كونه وقع عقوبته تم عقابه في الزوم وناجي جويني ديريكتومون قال له راك معاقب يا باديس على مهمة الكاتريام اللي عملها في ماتش ماتشوات البطولة لكل البوسياسيس رينا رينا تو رينا تو باديس بن صالح رجع عمل لكل البوسياسيس باقتدار عمل التراجي رغم انه فما حمراء المتلوي روا هنا روا بعض ساعات فما ورقة حمراء المتلوي ما تعطاتش لا لا المتلوي ورقة حمراء معناها خرج ورقة حمراء المتلوي لا لا مش في اكسيون هذيك ما نعرفش فما مونية وش صارت تي. مش أنا نحكي تحكيمية 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 ما مش نقول لك حاجة مختار الترجي الترجي ربحة بعدها حمراء ومن بعدها تعادل انا بالنسبة لي الاربيتر الاربيتر كمل الميسيون تاعو وفيه ما فما حتى فما اكسيون جوست بركة مختار كان تبعت وانت الماتش الحقيقة فما عباد معناتها تسألت عليه اللي كان فما سونتراج صار والله تبعت ماتش الفريق لا 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 تبعت ماتش الفريق صارت صارت اكسيون سونتراج اللي كورة البار عم تعساس كان لاحظتوها مسبوقة بدا بفوت لا الحقيقة وخليها تكمل تلعب ضربت على البار وكملت ما لا مافيو الجمعة الجاية مافيو لا نحكي لك أنا معناتها بربي مدى معناتها الأربيتر معناتها ما سفرهاش فوت وخليها تلعب كملت كورة على البار بربي فما حاجة نحب نقولها مروان ولا والله تعرف تعمل في مشكلة كبيرة كبيرة وليد كلوبيست أكثر مني إيش فهم وين نجبدوا على التراجي تقارنها بالنادي الفريق خلي النادي الفريق على روحها يا مروان ما تجبدش عليها ويا أنت وصلت وقعدت مع الفرجاني بالطريقه نتاعك راه اللي قاعد تحكي فيها صدقني وليد كلوبيس تكفي لا لا نعطيو الميريت الجمعيه قاعده تخدم على روحها الحقيقه اللقطه هذه نتاع لورجو اللي تهزت في ماتش المتلاوي النجم الرياضي سليمان وليتوال خلتني الحقيقه شديت روحي ما عادش نجم نشد روحي الحقيقه نحكيو على اهم برنامج في تونس اللي هو الاحد الرياضي هنقول نسميه تحكي على حد رياضي قدام احمد الصالح هي نحكي على حد رياضي قدام احمد الصالح رد بالك لا 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 انا راه ندفع بشراسه على الحد الرياضي عديت فيه شطر عمري ما اخويا اللي باش تنفع به البرنامج هذا مش ينفع به برنامج لحد الرياضي اللي هو تو يعدي في خليك خليك الحقيقه تو انا شريت فيه هذا معناها تو ناكد اللي كونه عد البرنامج هذا العباد تعديت عليه بهشام بالاولاد الكل الحقيقه قاعد يروا في مافيولا ما ترتقيش لاسم البرنامج الاستوديو للضيوف راهو كلمتين على بعضهم ما ينجمش يقولهم راهو قاعد الراه في جمعيه كبيره اي حاجه معناها تنقد في زملائك انت اي اي اي, اي ننقد الحقيقه حاجه تمس الحكام زاد راهو في حب على البلاصه لا لا ما نجمش نمشي لها البلاصه انا خاطر سي ساتيسفي هنا
سلام عاطيني حرية ومريقل واللي باش يوصل راي قاعد يوصل لتونس الجمهورية كل ما أنا من قاعد نسحق لحد الرياض. خلينا نحكي على اللقطة وبلغلهم أنت زادة يا أحمد هوك بلغ جماعة لحد. خلينا نحكي على اللقطة اللقطة همش اللي خلينا نكمل لك اللقطة. راو أي جمعية كبيرة طالب أي حاجة فيها دوت يقول لك موجود، وجمعيات صغار يقول لك ما عندهم حتى قيمه برا ما عندهم شيء. تو لقطه كيما انا انت دخلت في النيه نتاعو. لحظه مختار خلينا نكمل اسمك دليل. لا لا النيه موجوده باش نعطيك النيه موجود. نحن تو قاعدين نتفرجوا الشامبيونز ليغ، رانا قاعدين نشوفوا على مليمتر على اسبوع مقدم يعمل لك الليني ما بنوا هكا ولعبت كل تسكت واضحين ما عادش تحكي عليها اللقطه هذيك. تو كاميرا في سليمان بكوره تعديت ولا يحط لك الليني ويعمل لك هكا براسه مستحيل لا وجود مستحيل اللقطه تنجم تحكم عليها لقطه سيدي. انا نعطيك انا وقفتها بامكانياتي في الدار اورديناتور ولا تصور الرجو صحيح سليم. الرجو موجود الرجو صحيح والديفونسور مقدم انا بامكانياتي ما تنجمش تحكم عليها صعيبه اللقطه. هو حكم خلينا نحكم العكس انا وخليكم انتم تحلوا مو هذا تحبوا نصوا نحن فما ليني هذا خويا هذا اللي تحكم عليه. ما عندكش احترام لسليمان حتى سليمان راهي جمعيه موجوده واحتراما زاد للاطوال خويا هنا هاي لابريف التريتوار كي هبت تبينها تو كانت نجم تكتب سطرين على البونتو اللي تنحالها تروا بواراو نحكيو إجا نحكيو حاجة أخرى لقطة أخرى. جاب ضربة جزاء في دقيقة ذولي 87 توغل المهاجم كانتي الكانتي رينا طريقة سقوطه رغم انه كان ينجم يصنع مروان وانت يذكي تعرف. اي صحيح صحيح ما نادي عند عادل السليمي ولا عند غيره راه يصنع حالك وتخرج السفره وتبدا فرحان ومري فما كونتاكت راه هو فما كونتاكت ما عرفش كيف يطيح طريقه التيوب وبعد اغزل الكره وين مشات راه فما ما تراست راه بعض ساعات الاتاكون يضيع كورته القدام ولا يرى ديفونسور سبق لها يولي يحب يصنع بيلانتي رينا الكره مشات مشيت بحسب اللونجاجمون تاع الكالديان لا وجود لضربه جزاء. صادق السلمي كان قريب من لاكسيون مشى نبع الجوار والجوار كان دقيقه انا طلب لحد الرياضي بربي يا سلام طلب بربي حسنونا من اثونا المافيولا نتاع لحد الرياضي راه برشا عباد يحبوا يتفرجوا يا خويا خليه هو عملوا له فورماسيون هزول برا رجعوه مختار. فهمتني كانت عندك مشكله مع سليم برواني ليه التو عندي مع مشكله ما نكلموش اي واضح معناها حسابات شخصيه معناها طفي فعل هنا في الاخر بكل حسابات شخصيه ونتمنى التوفيق لسليم المرواني. اي مختار لينا لقطتين في المباراه هذه لينا توغل الاصرار في الجهه اليمنى دخل منطقه الجزاء صار التحام هو والمدافع الحقيقه رينا كالعاده الالتحام موجود لكن ما يرتقيش لضربة جزاء رينا نتيحة السرار في بهلوانية شكلا ما هو اللي يخلي الحكم اقتنع بكونه لا وجود لضربة جزاء كعاودناها فما تصور خرجت كونه سيق لسقت في سيق لهذيك سيق لسقة لسيق بعد ما السرار في ترماء لا وجود لضربة جزاء وكان قرار الحكم صحيح. رينا لقطة أخرى آدم قرب يتوغل في مش مهمة برشا اي لا ريناها خاطر العبيد قالت توغل رينا المدافع يقوم يتكلي ادم قرب ما لعبش الكرة ضرب ادم قرب لكن الكونتاكت كي صار قبل الديزويت وكان على الحكم انذار المدافع والاعلان عن المخالفة خارج منطقة الجزاء. خالي ما عادش عندنا برشا وقت نكمل معاك اللقطة الأخرى في المافيولا مختار اللي أثرت برشا جدل الجولة هذه هدف الاتحاد المونستيري والبينالتي اللي تحسبت زوز لقطات في ماتش المستير وبن قردين حبيتك تعلق عليهم. والله بالنسبة للقطة نتاع ضربة الجزاء رينا الكرة ما بين دو ديفونسور والاتاكون رينا غازي عبد الرزاق سبق باش يلعب الكرة دفع واضح من مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري هو اللي خلى غازي عبد الرزاق يفقد التوازن نتاعو وتتحل يده وتضرب الكرة في يده كان على الحكم الاعلان على مخالفة لصالح اتحاد بن قردين ولا وجود لضربة جزاء. الهدف نتاع المستير هدف رينا الهدف المستير مسبوق سونتراج ورينا المهاجم موجود في موقع تسلل فما رقم 25 اللي بعثته لا 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 وجود للرقم المدافع كان هذاك علاش ديما نرجع نقول رانا قاعدين نحكيو باجتهادات في الرجوع بربي ما تحرجش حكم قطعي مستحيل رانا مستحيل لكن بالعين المجرده قاعدين نراو في ما فما حتى جوار